السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب سيفن كيفكم يا شباب؟ أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. طيب، ما أخذناه الأسبوع الماضي بإذن الله تعالى سوف يتم تسميعه غدا، وسوف أذكر لكم على الجروب كيفية التسميع. اليوم بإذن الله يا شباب علينا من الآية 16 إلى الآية 18، وهي آخر آية في سورة التغابن. الآن افتح المصحف معي، وضع إصبعك على كل كلمة حتى تستطيع أن تقرأها جيدا ثم تحفظها. يلا بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم، والله شكور حليم، عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. طيب، تعالوا نرجع مرة أخرى يا شباب لننظر في المواضع التي بها أحكام تجويد. إنما، عندنا هنا غنة النون يا شباب، إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده، عندنا إخفاء النون هنا يا أبطال، والله عنده أجر، طبعا هنا الجيم مقلقلة، عنده أجر عظيم. فاتقوا الله مس لا تقل مست لا تقل مست مست ما استطعتم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا. أيضا لا تقل وأطيعوا، لا، وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم. وأنفقوا غنة النون، أيضا خيرا لأنفسكم، طبعا هنا شباب إدغام بدون غنة، جاء التنوين وبعده حرف من حروف الغنة اللي هو اللام من حروف يرملون، ولكن هنا غنة معذرة من حروف الإدغام، لكن هنا طبعا اللام حرف من حروف الإدغام ولكنه إدغام بغير غنة. يعني تقول وأنفقوا خيرا لأنفسكم، هنا طبعا النون الإخفاء لأنفسكم، إخفاء النون. بعد ذلك ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ومن يوق إدغام بغنة، النون جاء بعدها ياء، إذن إدغام بغنة. ومن يوق شح نفسه فأولئك، طبعا هنا مد متصل واجب المد. بعد ذلك إن تقرضوا، عندنا حكمين، إخفاء النون في الأول، لا تقل إن تقرضوا، لا، إن تقرضوا، ثم بعد ذلك قلقلة القاف، إن تقرضوا الله قرضا، طبعا خلي بالك لا تقل إن تقرضوا الله، الله، لا، إن تقرضوا الله قرضا حسنا. هنا الحكم يا أبطال، هنا إدغام بغنة، حسنا التنوين، بعد ذلك جاءت الياء المضمومة، حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم، عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. وهنا يا شباب قد انتهينا من درس اليوم، وإن شاء الله إلى لقاء قادم بإذن الله تعالى. وأنا أريد أن أنبه عليكم على وجوب الحفظ الجيد، لأن طبعا أنتم جالسين الآن لا عندكم شيء، ما عندكم أي شيء، فلذلك يا شباب نهتم شوية بالحفظ. مش عايز ولا طالب في الفصل اتصل ولاقيه غير حافظ، أو اتصل ألاقيه حافظ حفظ ضعيف، لا، هيكون فيها زعل كبير دي.
خلاص إن شاء الله تكونوا كلكم حافظين كويس. وإلى هنا يا شباب قد انتهينا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.